عموما عام 2033 سيصبح السفر صناعة عالمية تقدر ب 15.5 تريليون دولار. هذا الرقم يمثل 11.6% من الاقتصاد العالمي، طبعا وفق وكالة بلومبرغ الأمريكية، مو كلامي. بزيادة قدرها 50% عن قيمتها عام 2019 حين قدرت ب 10 تريليونات دولار. الولايات المتحدة، الصين، ألمانيا، بريطانيا، اليابان، هذه أكبر 5 اقتصادات كبرى في السياحة والسفر وفق ذلك التقرير. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.